كمل بالتريز نشوف الاكسبريشن تريز. الاكسبريشن تري هي عبارة عن تري بنمثل عشان نقدر نمثل arithmetic expressions. An arithmetic expression can be represented by a tree whose external nodes اللي موجودة عندنا بهاي التري are operands. الoperands هم عبارة عن variables أو constants. And the internal nodes الموجودة بالexpression tree عبارة عن operations. If a node is external, إذا النود الموجودة عندنا عبارة عن external node يعني leaf, then its value is a variable أو constant. If a node is internal, إذا النود الموجودة عندنا internal, then its value is defined by applying its operation to the values of its children. شو المقصود فيها؟ نتخيل عندنا هون إن هي الزائد إن هون مثلا 2 والرايت تبعها عبارة عن 10. هي عبارة عن expression tree. The leaf nodes اللي هم the external nodes عبارة عن values, variables, أرقام, constant. تمام؟ The internal node ليش هي internal؟ ال plus sign عبارة عن internal node لأنه إلها children. Defined by applying its operation to the values of its children. هي بتطلع the expression 2 زائد 10. لو نعمل evaluation هال expression t طبعا راح تعطينا النتيجة اللي هي مش تمام. فاللي بصير انه هون انه we apply operation to the operands الموجودين ال values عفوا الموجودين عندنا هون ماشي بيطلع لنا اللي هي ال expression 3. لو نطلع من ضمن الخصائص تاعت ال expression 3 it's a proper binary tree. السبب ليش proper binary tree؟ نطلع هي الاوبريشن موجودة عندنا إلها left و right. نطلع على left النمبر ما في إلو children، العشرة كمان ما في إلو children. is a proper binary tree since each of the operators take exactly two operands. تمام؟ if the unary negation is added this would create an improper binary tree. هلا لو نضيف عندنا اللي هي النيجيشن اللي هي الunary operator المشكلة راح تصير عندنا راح تبطل proper binary tree. السبب لو نيجي نحكي مثلا عندنا 2 وبدنا نشوف اللي هي سالب 2 هي عندنا نود اللي هي سالب بتطلع اللي هي 2 فالسالب 2 بهالحاله نفرض هون سالب 2 in this case بطلت اللي هي هي النود عفوا would break اللي هي البروبر تري so it will become improper لانه لها بس 1 child اللي هو 2. An expression tree can be evaluated by applying the operator at the root of the values obtained by recursively evaluating the left and the right subtrees. عملية evaluation للbinary expression tree من خلال can be obtained by recursively evaluating the left and the right subtrees. نعمل عملية evaluation left and right subtrees recursively. Given the following expression tree, what is the in order, pre-order and post-order expressions لهاي التري الموجودة عندنا؟ أول شيء لو نيجي نطلع على هاي التري الموجودة ونحاول نفهم شكل الإكسبريشن تري الموجودة عندنا هون نلاقي إنه الروت نود الموجودة هي عبارة عن addition. طيب الأديشن هاي بين مين ومين؟ ما بين left ورايت. لو نيجي نطلع على left اللي لإلها left الموجود لإلها عبارة عن زائد. الزائد في إلها كمان left اللي هي A إنه هو multiplication B وإنه بعدين C. طيب لو نيجي نحاول نعمل اللي هي in order ال in order expression لإلها نحكي ال in order كانت عبارة عن left root right left root right اللي هي الطريقة اللي احنا بنكتب فيها اي mathematical expression موجودة عندنا. من ال root بنيجي left عبارة عن كمان root بنيجي left ما في عندنا هون more lefts معناها هي أول شيء ايه نرجع بعدها اللي هي لل root زائد بنيجي عندنا هون multiplication إلها left yes بنروح لل left عندنا اللي هي b نرجع للروت اللي هي المالتيبليكيشن وبنرجع للرايت اللي هي سي. طيب بامكاننا نضيف اقواس هون بين البي والسي بس على اساس نوضح انه كل سب تري اذا السب تري روتد ات one operation we can add اللي هي parentheses. تمام خلصنا هي الليفت سب تري كامله موجوده عندنا هون يعني معناها نضيف هيك كوس نرجع لمين هي خلصنا الليفت نرجع للروت. So we visit the root, اللي زائد. نيجي بعدين للرايت. Rooted at multiplication, اله left, yes, بنروح left.
rooted as at addition إلها left بندوح left left rooted at multiplication إلها left yes بندوح وصلنا هون اللي هي D D left root back multiplication بعدين right اللي هي ال E هاي نحط cos نرجع بعدها للروت لهاي left هاي كلها عبارة عن left لمين للaddition وهاي عبارة عن الright خلصنا الليفت بنيجي لمين للروت اللي هي زائد والرايت اللي هي اف خلصنا الليفت للمالتيبليكيشن وي فيزيت ذا مالتيبليكيشن بعدين بنروح للرايت اللي هي جي تمام هاي عندنا كوس هاي كلها والاوبريشن كلياتها كمان لها كوس بيطلع هاي اللي هي الان اوردر اكسبريشن لهاي اللي هي الاكسبريشن تري الموجوده عندنا اللي هي نفس الطريقة اللي بنكتب فيها يعني هي عبارة هاد عبارة عن الـ arithmetic expression to represent this expression tree. نكمل نشوف الـ pre-order والـ post-order expression لو نيجي نعمل هون اللي هي الـ pre-order بحالة الـ pre-order we visit root first root left right نيجي هون معناها في عنا اللي هي plus بعدين نروح left left عبارة عن كمان root So we have command plus. نروح بعدها left. ما في إلها أي left تاني. فا we visit A. ننزل له اللي هي للright الموجود عندنا. الright تبعها عبارة عن command root. Root left right. So we have multiplication. Then we have نروح للleft اللي هي B. للright اللي هي C. خلصنا هاي الroot. خلصنا left كامل. هلا بدنا نروح للرايت تبعها الرايت بنيجي للمالتيبليكيشن هي عباره عن كمان روت نروح للليفت عباره عن كمان روت بنروح للليفت عباره عن كمان روت بنروح للليفت وصلنا اللي هي ليف اكسترنال نود سو وي ليستد بتطلع لنا هون دي بعدها عندنا اللي هي اي بعدها بنرجع اللي هي عندنا الاف بعدها بنرجع اللي هي عنا ال G خلينا نكمل نشوف ال post order ال post order in which we visit اللي هي left right بعدين بنرجع آخر شيء للroot بنبدأ من root نيجي left هي عبارة عن root إلها left yes نروح للleft ما إلها left so we list A نرجع للroot للright عفوا تبع الroot تبعها الضرب هي عبارة عن root لا بنروح left B نرجع للرايت سي نرجع للروت اللي هي ضرب نرجع للروت اللي هي زائد نرجع للروت لا نرجع عفوا للرايت مش للروت نرجع للرايت اللي هي ضرب نروح ليفت ليفت لحد ما نوصل اللي هي اخر ليفت موجود عندنا اللي هي دي وي جو رايت اي نرجع روت ضرب نرجع للرايت اف بعدين روت زائد بعدين للرايت جي للروت تبعها اللي هي الضرب بعدها بنرجع للروت الرئيسية الموجودة عندنا اللي هي الاديشن عندنا هون كمان مثال نشوف الاكسبريشن تري الموجودة عندنا روتد at subtraction بدنا نشوف ال in order, pre order وال post order. لو نشوف مع بعض هون أول شيء اللي هي ال in order expression. In order expression بيبدأ من ال root بنروح left 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 ثلاثة وصلنا عندنا external node وصلنا leaf. معناها بنحكي هون ثلاثة apply operation الموجودة على ال right وال left اللي بتطلع ثلاثة زائد واحد. هاي كلياتها خلصنا ال left. لا الروت x so we have multiplication of one ضرب ننزل على الرايت اللي هي 3 تمام واللي هي 3 زائد 1 كلياتها ضرب 3 زائد 1 ضرب 3 كلياتها عباره عن تقس بعدها تقسيم نروح للرايت الها ليفت يس ليفت يس وصلنا الليف 9 ناقص اللي هي الخمسة 9 ناقص 5 كلياتها زائد اللي هي 2
زائد 9 ناقص 5 زائد 2، هي كلياتها مالها بدها تكون اللي هي الرايت للقسم مع مين؟ مع اللي هي الليفت سبتريم موجودة هنا. هي كلياتها طبعا اللي هي ناقص اللي هي الرايت سبتريم. الرايت بنروح أول شيء للرايت، إلها ليفت يس، بنروح ليفت، إلها ليفت يس. نيجي معنا هون عندها هي 3 ضرب. نيجي للرايت 7 ناقص 4 3 ضرب 7 ناقص 4، هاي كلياتها زائد اللي هي الستة، وهاي بتطلع اللي هي الرايت سبتري لمين؟ للمين للروت نود الموجودة عندنا اللي هي السبتراكشن. نكمل مع بعض نشوف اللي هي البري اوردر. شوف في حالة البري اوردر نبدأ بالروت. البري اوردر كالبري اوردر الترتيب تبعه اللي هو كان root بعدين left بعدين right. نحكي root معناها ان هون اللي هي الناقص، بصغر الخط شوي، ان اللي هي ناقص بعدها قسمي ضرب جمع، قسمي ضرب جمع 3 1 هي root left بعدها right 3 واحد. بعدها خلصنا بنيجي لمين؟ للثلاثة اللي هي الرايت تبعت الضرب. ماشي، هاي اللي هي الليفت تبعت الضرب. هلا عندنا الرايت تبعت الضرب اللي هي الثلاثة الثانية. نخلص، هاي الروت القسمي موجود. الرايت تبع الليفت كامل موجود، هيو هذا الليفت كامل تبع القسمة. هلا شو ضل عندنا اللي هو الرايت تبعها؟ الرايت تبعها اللي هي زائد طرح. نيجي حكينا على الروت ويلست الروت اللي هي زائد، نروح ليفت روت ناقص ليفت لها 9 والرايت تبعها اللي هو 5، بعدها بنرجع لوين؟ للتنين. تمام، هي خلصنا كل الليفت سب تري كامله، هيها من هون لهون، هي عباره عن ليفت سب تري للروت اللي هو مين؟ السبتراكشن. نيجي للرايت، بنيجي عندنا هون روت زائد روت ضرب 3. تمام، 3 ضرب. بنيجي بعدين للرايت روت ناقص 7 4، بعدين عندنا هون اللي هي الستة. نكمل عندنا بالبوست اوردر. حكينا ترتيب البوست اوردر ليفت بعدين اللي هي الرايت بعدين عندنا الروت. نيجي عندنا هون معناها روت وي جو ليفت left left left، وصلنا الثلاثة، so we have three. بعدين الرايت اللي هو عندنا واحد، بعدين بنرجع لمين؟ للروت تبع اللي هي زائد. نكمل عندنا الرايت اللي هي ثلاث روت ضرب، بنكمل هي روت، لا بنروح للرايت عندنا زائد ناقص روت، وهي كمان روت، بنمشي للليفت اللي هي عندنا التسعة، بعدها خمسة لهم طرح، بعدين اثنين زائد تسعة خمسة طرح اثنين زائد، خلصنا الليفت، خلصنا الليفت تاع القسمة، خلصنا الرايت تبع القسمة، بعدين بنروح للروت اللي هي القسمة الموجودة عندنا. نيجي بعدها بنرجع للروت الأصلية الموجودة عندنا بالتري اللي هي الطرح. ماشي، خلصنا هون هاي الروت، وما بنعملها فيزيت، بنخليها آخر شيء. بنروح للرايت، بنمشي لحد ما نوصل اللي هي الثلاث. بيجي عندنا هون اللي هي الثلاثة، هي الليفت، بنروح الرايت لها عبارة عن روح، فبننزل ليفت سبعة أربعة ناقص، هي خلصنا الرايت، خلصنا كمان الليفت، ضلت عندنا مين؟ الروت اللي هي الضرب. خلصنا الليفت كاملة، نروح للرايت اللي عندنا اللي هي الستة، بعدها عندنا الروت تبعتها اللي هي الزائد، واخر شيء عندنا الروت الرئيسيه الموجوده بالاصل اللي هي الناقص.